فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يثير كثير من الناس شبهة، وهي أن كثيرا من الدعاة في الوقت المعاصر كانوا يرون حرمة التصوير، والآن يرون الجواز بعضهم بإطلاق. بعضهم بإطلاق، أنه جائز بجميع الصور يعني. يقول: فما السبب في ذلك وفقكم الله؟ نقول: لا حجة إلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من خالف الدليل فليس حجة، سواء كان من الدعاة أو من غيره، نطالبه بالدليل. نعم.